السلام عليكم خاوتي، معاكم نريمان من قناة أيا أسيل تي في. صحة رمضانكم، تصوموا بالصحة والهنا. مرحبا بكم معنا اليوم في هاد الفيديو اللي رانا رايحين نخدموا فيها إن شاء الله تحلية. كيما على بالكم رانا في رمضان وكامل نحبو ناكلو حاجة باردة، ألوغ اليوم جي دي سيدي باش نخدم لكم تحلية باردة اللي هي تحلية لي بيسكوي ولا جولي. بوغ لي زانغغيديون تاع هاد لو ديسير واش نحتاجو؟ نحتاجو بيسكوي ساك كيما هذا، البنان لهنا لازم يكون طايب شويه يلفو ميو، حبه تفاح انا لهنا قطعتها وعصرت عليها شويه تاع القارص، لي فريز لهنا ماكيش مقيده بكميه محدده، لا كونتيتي اللي عندك تقدري تستعمليها، دو باكي دو فلان كيف كيف لوغو تاعهم يكون فريز، اي لا كريم شانتي. كيما ولفناكم ماما هي اللي رايحه تخدم لكم هاد لا غوسيت، الوغ نخليكم مع ماما. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صحة رمضانكم، تصوموا بالصحة والهنا. باش نخدموا هذه الوصفة نبداو قبل نحيو حبيبات تاع لي فريز اللي يكونوا ملاح باش نخليهم للديكور، ما تكثريش غير حبيبات هكذا، قيس لي مخصو اللي يجيوك تاع الديسير فوالا. ومن بعد اللي يبقاو لنا نحكموهم كاع لي فخوي، نحيو لها هذه الراس تاعها ونقطعوهم اون بتي دي. حكمي كاع لي فخوي تاعك، البنان التفاح واسمو لي فريز، قطعيهم كامل هكذا صغار. احكمي طبسي ولا ان بواط اللي تكون تغلق، تكون عندها الغلاق تاعها، حطيهم لداخل وحطي عليهم ربع مغارف تاع السكر يكونوا بيان معمرين حتى الفوم، وحركيهم وزيدي شويه تاع القارص باش مغرف، حركيهم وحطيهم في فريجيدار باش يطلقوا السيرو تاعهم هذوك، خليهم لمده زوج سوايع. فوالا دوك نقطعهم كامل هكذا يا صغار، ما تكسريش راسك، قطعيهم عشوائيا، ليسونسيال يكونوا رقاق وخلاص. كملوا كاع لي فخوي تاعنا هكذايا، وكيما قلت لكم حطوهم في طبسي فيه السكر وخليوهم يطلقوا السيرو تاعهم مده زوج سوايع، ومن بعد نوليو لكم ان شاء الله. هاميك لي فخوي تاعنا بعد ما خليناهم زوج سوايع في الفريجيدار، هاوليك السيرو اللي طلق، السيرو اللي طلقوا لنا كامل، دوك نحكموه ونصفيوه ونطلعوا تاني لا شونتيي تاعنا. انا هنا كنت طلعتها بلي بواط تاع الياغ تاع فريز، كي نصفيو السيرو تاعنا ان شاء الله نعاودو نرجعو ونكملو التحليه تاعنا مع بعض. بعد ما صفينا السيرو نبداو دوك نخدمو في الديسير تاعنا. احمي البسكوي تاعك فرغيه، مع قلبك ما يتكسرش، ديروا دو باكي ونشوفوا لا كفانا داكا ولا ما كفاناش نزيدوا الباقي. ودوك احكمي هذا، احكمي امول ولا كاش حاجه لا كحابه ديري فيها، حبيتيها مدوره، حبيتيها اوفال، حبيتيها كور كيما تحبي. لا حبيتيها ان كور ولا مدوره، ديري لازمك ديري هذوك لي سيرسو. انا هنا راح نديرو في هذا المول اغراتا. نبداو لازم تحكمي هذا الكاطو تاعك، غمسي هكذا في السيرو وسد فيه، ديري هكذا ان رونجي كومبلي.
هاي لك لارونجي تاعنا كملناها. دوق زيدي حطي لا كريم شانتيي اللي طلعتيها، ديريها عشوائيا ما تقصيش راسك. الاساسيات تعمري بك فوق الكاطو وخلاص. وبعد زيدي حكمي لي فخوي تاعك وحطي شويه تانيك، ديريهم هكذا تانيك عشوائيه. بعد زيدي عاودي حكمي البسكويت تاعك وزيدي عاودي ديري اون اوتر رونجي وكملي هكذايا حتى ديري 3 رونجي ولا 4 كيما راكي حبتها. عاودي لو ميم طرافاي. نكمل انا كامل لي رونجي تاوعي وبعد نعاود نوليو ليكم باش نكملو التحليه تاعنا ان شاء الله. انا كملت لي رونجي تاعي، انا هنايا درت 4، هذه هي لا ديرنيير رونجي. درت 4 وهنا لازم نسيت ما قلت لكمش حاجه، لي فخوي لازم تقسميهم اون دو، نص ديريه بين الطبقات والنص الكبير خليه لا ديرنيير رونجي. لا ديرنيير رونجي ما ديريش فيها لا كريم شونتيي، ديري ديريكتومون لي فخوي، عمريها كامل هكذا بلي فخوي. خلي لها تسمى بزاف كثر من الاخرين، عمريها كومبليتمون هكذا. دوك ننتقلوا للمرحله الاخيره تاع الديسير تاعنا. خدي الفلان تاعك احكمي كاس وكيلي شحال يجيوك ابوبخي. انا هامليك جاوني قريب فوق النص، فوق نص كاس. هاوليك نص، حطيه في اون كاسرول وزيدي نص تاع الماء، ديريهم قد قد هاوليك وحطيهم ابان يسخنوا فوق النار ومن بعد صبيهم فوق الخليط تاعك. دوك نسخنهم ونعاود نرجع لكم. وهنا هاد لي طابلي راني ندير فيها، تعود تشري لا جولي ديري هدايا بديل لا جولي تاعها، الفلان هو بديل لا جولي. خليه غير يغلي برك، خليه يبرد شويه برك، بردي غير شويه ورميه فوق الديسير تاعك. هاي لك لا جولي تاعنا غير تبدا تغلي هكا شويه، طفيها وقعدي تلعبي فيها هكذا شويه باش تبرديها برك، ما تبرديهاش بزاف. هاي شوفي كي بردتها، تشوفيها شغلها حتبدا تجمد لك، لازم ديريكتومون تصبيها فوق الخليط تاعك، خليهاش تجمد خاطرش لا كريم شونتيي ما تسيبورتيش حاجه سخونه بزاف. على بها نديرو الخطوه هذيك تاع تبرد شويه. هاي شوفي تمتم تبرد، كي تجمد لك هكذا تقدري تزيدي لها شويه تاع الماء تعاودي تسخنيها وتعاودي تحطيها فوقها كيما راح نديرها هنايا. هاي حطيت لها شويه تاع الماء، دوك نزيد نعاود نرجعها فوق النار تتلف، نزيد نبردها ابان شويه ونعاود نحطها فوق الديسير تاعي. لازم الفلون تاعك يغطي كامل الديسير، لا ما كفاتكش تقدري تزيدي بواطه واحده اخرى باش تجيك طبقه تاع لا جولي شابه. فوالا
ان فوا تكملي لا جولي تاعك خليها ابان تجمد شويه ومن بعد عيني لي مغصو تاعك ابوبخي هكدايا، ما تقطعيش عينيهم برك باش تحطي هذاك الاخر، تحطي لا فريز اللي راح ديكوري بها. كيما انا هنايا حنقطعها على وي مغصو. ومن بعد في كل مغصو حطي حبه تاع لي فريز هكذا كوم ديكور. هكذا، وحطيه يبرد في الفريجيدار على الاقل، على الاقل 3 سوايع. كاين اللي يخدموا الصباح ياكلوا العشيه، وكاين اللي يخدموا العشيه ياكلوا الصباح. لازم يبرد مليح هالديسا، حطوه يبرد ومن بعد نوليو لكم ان شاء الله نقطعوا معكم ان مورسو نشوفوا كيفاه جا. هاو الديسا تاعنا بعد ما برد، انا خليته 3 سوايع في الفريجيدار وجبدته، قطعت معكم ان مورسو باش تشوفوا الريزيت تاع الاخرانيه. صدقوني غير جا هايل، نتمنى ان شاء الله تجربوه ويعجبكم. نقولكم الى اللقاء في فيديو واحد اخر ان شاء الله، وصحه فطوركم. وهكذا نكونوا لحقنا نهايه لا فيديو، ما بقى لي غير نقولكم صحه فطوركم حبابي وصحه سحوركم، اتهلاو في رواحكم. والناس اللي راهم يشوفوا فينا بوغ لا بروميير فوا نقولهم تاني ما تنساوش ديروا لنا اشتراك سبسكرايب ابوني للقناه باش هكذا يوصلكم كامل الجديد اللي رانا رايحين نديروه. وتاني الا كان عجبتكم هاد لا فيديو ما تبخلوش علينا بجام باش هكا تشجعوني نقدم لكم ان شاء الله الافضل. تهلاو في رواحكم احبابي، خليتكم في امان الله في فيديو واحد اخر مع كيفيه واحده اخرى. السلام عليكم.